ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف، بعد التحية، يعني عام وثلاثة أيام فقط قضتها جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، ولكن نتوقف عند أبرز الممارسات التي قامت بها وعجلت بانتفاضة المصريين رغم عدم مرور وقت طويل على حكمها. مساء الخير على كل المشاهدين، ودائما الشعب المصري مبدع في ثوراته ومبدع في كل من يقف ضد هويته الوطنية والثقافية. اسمحي لي أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن تحرك الشعب المصري هو تحرك جاء من خلال هويته الثقافية الوطنية التي اكتسبها عبر مئات السنين. هذه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 قامت على محورين أساسيين. أولا هو بث الفرقة وصناعة الانقسام. ثانيا صناعة الجيش البديل والقيام بالعمل الإرهابي. وأعتقد أنها في تاريخها، سواء ما قبل 30 يونيو أو حتى منذ تأسيسها، سواء في أحداث الحرب العالمية الثانية، ثم تنظيم 54، تنظيم 65، ثم الوصول إلى ما بعد 2011. ما بعد 2011 استخدمت كل وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها حروب النيو ميديا والمنصات في القيام بهذا العمل. ولأول مرة تشهد على مر تاريخ مصر أن يشهد هناك هجمات على الجيش المصري. هذا لم يحدث في تاريخ مصر الحديث ولا القديم بالمناسبة. أن تحدث هجمات مباشرة على مؤسسات الجيش المصري، وده كان له تأثير كبير، لأن الشعب المصري على يقين من أن الجيش هو جزء من الحركة الوطنية المصرية، وبالتالي المساس به هو مساس بالشعب المصري نفسه. هنا كانت تهدف الجماعة إلى صناعة الجيش البديل. يعني الناس كانت بتستغرب ليه الهجمات على الجيش المصري. الهجمات بكل بساطة أن نصنع ميليشيات موازية وتصبح هناك ميليشيات عسكرية قادرة على أن تكون بديلا لا قدر الله في حالة سقوط الجيش المصري. وده أسلوب جماعة الإخوان على مر تاريخها، كما ذكرت أسلوب الفرقة. يعني نعم، الشيء الأخطر هو صناعة فكرة الانقسام والتحريض وتشويه كل الرموز المجتمعية، ودي للأسف لازالت موجودة على الإنترنت حتى يومنا هذا، ولا زلنا نعاني منها في مسألة التشويه. ليس الاغتيال الجسدي ولا التصفية، ولكن التصفية والاغتيال المعنوي لكل الرموز الوطنية المحترمة التي أجمع عليها الشعب المصري. هذه الجماعة أعتقد أنها ضلت الطريق وأصبحت في عزلة، وكل يوم يمر هي في عزلة كبيرة، والشعب أصبح مدركا تماما لخطر هذه الجماعة وما يمكن أن تفعله بالشارع وبالمواطن المصري. ما فيش شك، يعني أيضا ثورة 30 من يونيو جاءت لتصحيح المسار وفتحت أفاق حلم وأمل أمام ملايين المصريين، يعني هتفوا ضد سماسرة الأوطان مثل هؤلاء الإرهابيين، ونعتبرهم أيضا سارقوا أحلام الشعب، ولكن أحلامه تجددت من جديد. ما الذي تتوقف عنده عند تحقيق الحلم المصري في هذه الفترة منذ أن جاءوا إلى اليوم؟ أعتقد أن الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو المجيدة كانت يعني فترة مهمة جدا في استعادة الثقة بين الجيش والشعب من الداخل، وأدرك الشعب المصري أهمية أن الجيش هو عمود الخيمة بالنسبة للأمة المصرية. أيضا كان واجبا على الدولة المصرية أن تستعيد علاقتها الدولية بعد العزلة الكبيرة التي فرضتها وجود جماعة الإخوان، ثم الفهم الخاطئ لثورة 30 يونيو، وهي أكبر زحف بشري في التاريخ،
وبالتالي كان على مصر أن تستعيد دورها الإقليمي والعربي. وهنا يجب أن نشيد بمستوى يعني المساندة من الأخوة والأشقاء العرب في هذه الفترة، وهي كانت مساندة مهمة جدا لاستمرار مصر ووقوفها. أيضا اليوم وبعد 8 سنوات من أو يعني نحن في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، دعينا نفكر ماذا قدمت ثورة 30 يونيو حتى الآن. المطلوب أن يكون هناك مشروعا وطنيا، وربما هذا ما قدمته الدولة المصرية وطرح السيد الرئيس في مائدة الإفطار الأسرة المصرية خلال الأسابيع الماضية في فكرة الحوار الوطني. وفكرة الحوار الوطني هي فكرة مؤسسية محترمة لدولة تريد أن تنظر إلى المستقبل. وبالتالي كان هناك رفضا شعبيا لكل من تلوثت يده بدماء المصريين أن يشارك في هذا الحوار. هذا الحوار يصيغ مشروعا وطنيا مصريا يتعلق بالمستقبل، وبالتالي هذه الجماعة ليس لها أي دور في المستقبل. نعم، الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.